محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل العاشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن موقع الكلمة التي افتتحت بها الآية التي هي موضوع دراستنا وتفسيرنا في هذا الحديث يتضح جليا بمعرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتنزل في القرآن العظيم بمنزلة المخاطب المأمور، وتلك هي كلمة قل. وقد وردت هذه الكلمة وهي الأمر بالقول في مقام الافتتاح لكلام كثير من القرآن العظيم. فكم من آية افتتحت بقل، وكم من سياق افتتح بقل وتكررت فيه كلمة قل. وقد ذكر القاضي البيضاوي في تفسير سورة الإخلاص أن هذه الكلمة وهي قل قد يكون موضعها من بعض الآيات التي وردت فيها متعينا بحيث لا يمكن أن تحذف ولا يمكن أن يفرض عدم ورودها، لأنها لو حذفت أو فرض أنها لم ترد لأصبح المعنى منعكسا ومختلفا، وذلك كما في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون، أو في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. وأحيانا يكون موقعها ممتنعا بحيث لا يمكن أن تدخل على صدر الكلام، ويكون دخولها عليه مخلا بالمقام البلاغي أو موقعا في عكس الموضوع، وذلك كقوله تعالى تبت يدا أبي لهب، وقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى، وقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. فإن هذا إنما هو اتجاه بالخطاب ابتداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة لا تجيز أن يكون هو قائله، أو حديث عمن يكون صدوره بفمه الشريف صلى الله عليه وسلم مخلا بما هو عليه من مقام الأدب، نظرا إلى أنه يتعلق بتفسير عمه وهو أبو لهب. ولأجل ذلك بين البيضاوي أن موقع قل في مثل هذا إنما يكون ممتنعا. والصورة الثالثة هي الصورة التي يستوي فيها موقع قل بين الثبوت والامتناع، بحيث يكون جائزا إثباتها وجائزا حذفها، وذلك كما في سورة الإخلاص. وهذا هو الذي وجه به القاضي البيضاوي اختلاف القراءتين بين القراءة المشهورة قل هو الله أحد، والقراءة التي لا تثبت قل وتبتدئ باسم الجلالة الله أحد. والآية التي هي موضوع تفسيرنا وهي قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي هي آية يتبين من موقع افتتاحها بقل أنها ترجع إلى حالة من الحالات، وهي الحالة التي يتأكد فيها أن يكون الكلام مشتملا عليها، مثل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون، وهي الصورة الأولى من الصور الثلاث التي أشار إليها البيضاوي. وهذا الموقع لكلمة قل في افتتاح هذه الآية الكريمة لا يتبين على وجهه إلا إذا تبين موقع الآية من سياق الكلام الذي قبلها. ولذلك فإنه ينبغي أن نستعرض هذا السياق حتى يتبين لنا عن عيان ملموس أن موقع قل في صدر هذا الكلام إنما هو موقع متأكد
كموقعها في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون. فإن هذه الآية هي من سورة الأنعام، ومعلوم أن سورة الأنعام سورة مكية بلا خلاف، وقد ذهب بعض علماء أسباب النزول إلى ادعاء أن آيات معينة منها هي غير مكية ولكنها مدنية، كما هو واقع في سور كثيرة من القرآن العظيم. ولكن الذي عليه جمهور المفسرين وجمهور علماء السنة أن سورة الأنعام هي كلها مكية، وأنه ليس فيها مدني، وأنها تنتظم سياقا واحدا من أول السورة إلى آخرها، وأنها نزلت جملة واحدة. وقد استندوا في ذلك إلى الحديث الذي أخرجه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها 70,000 ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد. فإذا كانت سورة الأنعام مكية كلها وكانت قد نزلت جملة واحدة كما يشير إليه هذا الحديث وكما هو مختار المحققين من المفسرين ومن علماء السنة، فإننا إذا رجعنا إلى الاختلاف في المكي والمدني وتجاوزنا مسار هذا الاختلاف في أن الاعتماد في ذلك على التاريخ وهي طريقة، أو الاعتماد على واقع المكان وهي طريقة ثانية، أو الاعتماد على صيغة الكلام في يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا وهي طريقة ثالثة، وجنحنا إلى الطريقة التي ترجع إلى المعنى ولا تعتمد لا على اللفظ ولا على الزمان ولا على المكان، وهي الطريقة التي ارتضاها الإمام أبو إسحاق الشاطبي حين قسم القرآن العظيم باعتبار ما يشتمل عليه من المعاني وباعتبار ما يؤخذ منه من التشريع والأحكام المتعلقة بالقلوب أو المتعلقة بالجوارح، إلى أنه يتألف من تشريع مكي وتشريع مدني، وأن التشريع المكي هو ما يرجع إلى تقويم العقائد، والتشريع المدني هو ما يرجع إلى تشريع الشرائع وتقرير التكاليف الفرعية التي تتفرع عن الأصول الاعتقادية التي تأسست التشريع المكي. فإننا نتبين أن سورة الأنعام هي مكية بهذا المعنى، ويسندنا في ذلك تاريخ نزولها والظرف الذي نزلت فيه من حياة الدعوة المحمدية الكريمة. وإنه لمن المعلوم أن تسمية هذه السورة بسورة الأنعام لا يقتضي شيئا من ربط غرضها ومعناها بكلمة الأنعام التي جعلت علما عليها، وشأنها في ذلك شأن غيرها من سور القرآن العظيم التي سميت بأسماء هي في الحقيقة ليست إلا أمارات لمراجعة الحفظ، وهي تستند غالبا إلى الأشياء أو الألفاظ التي وردت بصورة مفردة في تلك السورة حتى تكون مميزة لها عند الحافظين، وليس لذلك أي ارتباط بالمعنى والغرض والوحدة المعنوية أو الغرض الذي تقوم عليه السورة. فسورة البقرة وسورة النمل وسورة النحل لا خصوصية لواحدة منها بما يدل عليه اللفظ الذي جعل علما على هذه السورة. فمن الخطأ البين أن يعتقد أن هذه الأسوار أو السور إنما يجري بينها وبين ما سميت به معنى
من التناسب المعنوي حتى أن كثيرا يجعلون من شرف الشيء الدلالة على أن سورة سميت به في القرآن، وهذا أمر لا تقتضيه التسمية أصلا. ولذلك كان السلف يحترزون تورعا من هذه التسميات، فلم يكونوا يضيفون هذه الألفاظ إضافة مباشرة إلى أسماء السور، وإنما كانوا يختارون أن يقولوا السورة التي يذكر فيها كذا، السورة التي يذكر فيها النمل، أو السورة التي يذكر فيها النحل، حتى لا يكون في ذلك إيهام لمعنى من التخطيط. نعم إن هناك سورا سميت بحسب ما تدل عليه وما تشتمل عليه من الأغراض، وتلك تسميات وقف العلماء المتقدمون منها عند حدود ما ورد في الآثار، كتسمية سورة أم الكتاب وكتسمية سورة الإخلاص. وما عدا ذلك من الأسماء فإنه قد وقع الاقتصار فيه على ما اشتهر، ولم يرد المتأخرون أن يبتكروا لها أسماء تدل عليها، لأن ذلك يكون من باب التحكم ومن باب فرض رأي في التفسير على الآتين. عندما يستخلص إنسان بحسب اجتهاده وفهمه غرضا من الأغراض فيسمي به السورة، فيصبح ذلك أمرا ملزما للذين يأتون من بعد حتى لا يستطيعوا أن يستنبطوا منها خلاف ما استنبط، فيكون ذلك من التحكم في القرآن العظيم ومن القول في القرآن بالرأي، وهذا هو القول بالرأي الذي هو ممنوع. فإذا علمنا أن تسميتها بالأنعام لم يكن لمعنى فيها ولم يكن لغرض تشتمل عليه، فإننا نستطيع أن نبين أنها بحسب كونها مكية وما اشتملت عليه من الأغراض، وبحسب كونها أتت في الفترة التي هي فترة الثلاث سنين الأخيرة من مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، التي هي السنين التي اشتد فيها أمر المعارضة والعناد على النبي صلى الله عليه وسلم، وعظمت الأحزان من حوله صلى الله عليه وسلم بسبب ما أصاب دعوته من المعارضة ومن الجحود والكفران، فإن هذه السورة تعتبر متلاقية مع هذا الظرف وموفية بالغرض الذي يتطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليه من القرآن العظيم، ألا وهو غرض تلقين الحجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأليف نفسه الكريمة، وتثبيت موقفه في مجابهة المعاندين والمعارضين. ومعلوم أن تلك الشدة التي نالت الدعوة الإسلامية في أخريات عهد مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة إنما كانت مثيرة لحزن شديد في نفسه صلى الله عليه وسلم.